بسم الله الرحمن الرحيم، الروح القدس الى الان واحد امين. حلو يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد الميلاد، احنا في هذه الايام المجيده في ميلاد السيد والاله يسوع المسيح له كل المجد. ولد يسوع المسيح في مثل هذه الايام في بيت لحم في اورشليم. جاء المخلص والملك ابن الله العلي، ولد في مزود في بيت لحم، في مزود صغير ولد الطفل يسوع مخلص العالم ومخلص البشرية، الإله والرب والسيد. في ميلاده شق التاريخ وبقى في مع قبل الميلاد وما بعد الميلاد، يعترف بميلاده العالم أجمع دون استثناء. الكالندر النتيجة اللي احنا ماشيين بيها، احنا ماشيين اسمها النتيجة الميلادية بعد ميلاد السيد المسيح. بعد ايام قليلة سنبدأ عام 2016، ويكون 2016 عاما بعد ميلاد المسيح. العالم كله بلا استثناء قرر ان يسمي الايرا، الوقت قبل المسيح، باسم البي سي او بمعنى before Christ، وما هو after، بعد الميلاد، هو after death. لما اختلف المؤرخين والناس بتوع التاريخ ان مش عايزين تبقى حاجة مسيحية بحت، ان في ناس تانين غير مسيحيين عايشين في العالم ده، فقالوا ما نسميهاش بي سي اللي هي before Christ، نسميها بي سي اي بمعنى before common era. يا سلام، طب ما هو common era ده اللي هو ميلاد المسيح، ومفيش جدوى قوي اللي انت تهرب منه. العالم مرارا وتكرارا حاول في ان هو يبطل في ميلاد المسيح، ولكن بلا جدوى. العالم اجمع يعترف بميلاد المسيح ايا كانت ايه ديانته او ايا كانت لا ايه ان يعبد. العالم باكمله يعترف بميلاد السيد المسيح، الرب والاله والملك. احتمال البعض لا يعترف به الرب والاله والملك، لكن العالم كله يعلم ويعترف بميلاد المسيح. وسؤالي للعالم كله، ازاي لا تعترفون بالمسيح؟ فهو الشخص الوحيد الذي شق التاريخ من يوم ولاده الى الان مدة 2016 عاما، وانتم ماشيين بالتقويم بتاعه، فكيف لا تؤمنون به؟ ده سؤالي للعالم اجمع. فهذه الايام المقدسة في ميلاد السيد والمسيح، انا مش عايز اطور عليكم في الحلقة دي، عايز اذكر ان جاء المسيح كمخلص ليفدي البشرية، ليفدي العالم. جاء ليولد كانسان مثلنا جميعا، ولكن لاهوته لم يفارق ناسوته لا لحظة واحدة ولا طرفة العين. فهو كان الانسان كامل، وايضا كان اله كامل طوال الوقت، الى الوقت الذي صعد فيه الى يمين الاب في السماويات. المسيح اعطانا حياة، اعطانا فداء، اعطانا الحق في البنوية، فان يكون لنا مكان في السماويات. رأى الله ان ليس بذم الذبائح ولا بالحيوانات ولا بالعجول ولا بالطيور ان يدخل الانسان ملكوت السماوات، وكان لازم ان تكون يوجد ذبيحة فامية تجعل الانسان ان يتصالح ان يأتي تاني الى الله. هذا لا يعني ان الله هو اللي كان متخاصم مع الانسان، ولكن بسبب الخطيئة التي جاءت الى العالم عملت جاب، عملت فجوة رهيبة بين الانسان وبين الله. لذا تجسد يسوع المسيح له كل المجد، كلمة الله المقدسة وابن الله، ان يأتي ويكون ذبيحة عن العالم كله، ويذبح ويموت على خشبة الصليب المقدسة، ويقام في اليوم الثالث، ويجلس عنا يمين الاب. وبقيامته وموته صرنا احرار من قيد الموت علينا، وبقت روحنا تصير حتى ان تكون مع المسيح في يوم القيامة من الاموات. المسيح هو اول المقامين من الاموات في مجد وقوة، وهو بموته وقيامته اعطانا الحق في ان نقوم معه ثانية في مجيئه الثاني عن نهاية الأيام. ميلاد المسيح هو جاء لكي يحيينا ويعطينا حياة، موت المسيح جاء لكي يعطينا قيامة من الأموات ومن روحنا الميت، وفي حالة الموت اللي احنا كنا عايشين فيها قبل الصلب والفداء. فمن اليوم صرنا أحرار، من اليوم عالمين ان جميع السالكين بالروح مع الله سيصير لهم حياة أبدية أيضا مع الله. كده لما حد تقي، إنسان تقي بيكون عايش هنا على الأرض مع المسيح، ولما بيموت يقولك ذهب لحبيبه مع المسيح، ذلك أفضل جدا.
وفعلا مع المسيح فعلا ذلك افضل جدا. من اليوم، انا قصدي من يوم صلب المسيح اللي هو عام 33 وربع تقريبا ميلاديا، بعد 33 ميلاديا بالظبط، يعني هو كان المسيح عنده 33 سنة وبضعة اشهر، لا نعلم بالظبط كان كام شهر بالتحديد. المسيح الذبيحة الحية المعطاة لدينا كل يوم، ومن اجل خلاصنا نحن البشر الغير مستحقين بهذا، صار هو ذبيحة. الانسان الاله الذي كان بلا خطية صار هو خطية لكي يحمل خطيتنا على الصليب، على خشبة الصليب المقدسة، وصار لعنة للمسكونة كلها لكي يكون لنا بركة ويكيمنا ويكون لنا حق البنوة. كان الحل الوحيد أن يأتي يسوع المسيح له كل المجد، يكون ذبيحة علشان to bridge the gap، علشان يفصل هذه الفجوة بيننا وبين الله، وصرنا نستطيع أن نكلم الله ويكون لنا حياة مع الله، ويكون لنا هيكلنا أن يكون فيه روح الله القدوس ساكن فينا. في هذه الأيام المقدسة دعونا نذكر حياة يسوع المسيح ونتمثل بحياة يسوع المسيح، أن نحمل اسمه نحن المسيحيين، فيجب أن نتذكر دائما سلوكيات المسيح وكيف ينبغي أن نسلك كسلوكيات المسيح عالمين، على رجاء وثقة ويقين بأننا يوما من الأيام سنكون معه مجددا. وإلى أن نلتقي في حركة قادمة، في إلهنا كل المجد.